في عنا object parameter object. هسا انت فعليا لما بدك تستدعي هذا الفانكشن بدك تبعت actual object يروح على هذا الفورمال اوبجكت، تمام؟ في هاي الحاله بدك تعمل كوبي، بما انه هذا باي فاليو راح يعمل كوبي من محتويات الاوبجكت اللي ارسلته للبارامتر اوبجكت اللي هون. فهاي اول حاله بيستدعي فيها الكوبي كونستراكتور لهذا الاوبجكت، تمام؟ هلا في عنا كمان حاله ثانيه. الحاله الثانيه انا حطيت بس ككيس، يعني هون لو فرضنا مثلا انا عملت تو اوبجكتس اس 1 واس 2 واعطيت قيم لاس 1 وحبيت اني اخلي قيم اس 2 هي نفسها اس 1، فزي ما انتم شايفين هون لما عملت ايكواليتي دايركت بتوين تو اوبجكتس برضه هاي الحاله راح يتم فيها استدعاء الكوبي كونستراكتور. اخر حاله اللي هي حكتها مستر سنيم، زي ما انتم شايفين لما كان في عندكم الفانكشن الفانكشن هاز مور باس كان بيرجع لك اوبجكت، صح؟ هذا الاوبجكت وين بده يتم تخزينه؟ في اوبجكت انت انشاته جديد، فبرضه في هاي الحاله بما انه ريتيرن لاوبجكت رح يصير، كانت الحاله الثالثه اللي رح يتم فيها استدعاء الكوبي كونستراكتور. بس فمس براء عشان السؤال. تمام، يلا. مس انا بعثت سؤال، ريز يور هاند. السؤال الإضافي رح بس يتم إنه شرحه، شرح الأفكار فيه، وأنتوا عليكم تحلوه لحالكم كتدريب لكم. طيب دكتور، الشرح حيكون مسجل عشان أنا لازم أطلع هلا. رح يكون، رح ينزل على الجروب. طيب تمام، يعطيكم العافية. دكتورة، شباب لو سمحتوا خلينا بس نشرح السؤال الإضافي عشان نخلص التسجيل وبعدين تسألوا الأسئلة. هلأ بعتلكم الحلول كلياتها، كل اللي بعت، تمام؟ طيب هلأ السؤال الإضافي اللي هو الكلاس اسمه ماركت، رح يعطينا اللي هي عبارة عن ماركت فيه مجموعة ألعاب. هلأ هذا الماركت رح يكون في عندي ألعاب، في عندك كممبر فانكشن لهذا سوري كممبر فاريابلز، يعني اللينكث اللي هو انتجر فاريابل مثل اللي عدد الالعاب بالماركت، الماكسيمم نمبر اوف تويز اللي هي كم انا كحد اقصى ممكن توفر عندي بهذا الماركت عدد من الالعاب، وفي عندي كمان بوينتر ليست اللي هي بتكون فيها مخزن اسعار ايش الالعاب الموجوده عندي بهذا الماركت. الممبر فانكشن اول واحد ماركت اسمه نفس اسم الكلاس، وصرنا عارفين انه هذا بشو بكون عندي constructor. الفانكشن الثاني نفس اسم الكلاس بس في عندك بياخد باراميتر واحد اللي هو object من نفس الكلاس by reference و constant، بكون عندي copy constructor. صرتوا تعرف كيف بتعملوا برمجة الكوبي constructor بشكل صحيح. في عندنا كمان destructor لحتى شو نعمل فيه delete لأي pointer نحنا منعرفه. في function is empty لحتى يشيكل لي إذا هذا الماركت empty أو فيه ألعاب. is full العكس، إذا هو full لسه يعني وصل لسعة القصوى أو لا. get length بيرجع لي عدد الألعاب الموجودة عندي بالماركت. وفي عندنا كمان function اللي هو get maximum number of toys بيرجع لي maximum number، يعني length والtoys بس تعمل return لهدول variable مباشرة. هلا الفانكشن اللي عندنا اول واحد هو insert كريتيرن تايب، هو في عندي void ما برجع اشي، عملية الانسيرت صرنا بنعرفها. هلا هذا الفانكشن اول اشي بده يشيك لي على الليست، اذا كانت full نطبع له هاي المسج بيحكي لي انه انت وصلت للماكسيمم كاباسيتي، اذا ما كان full نعمل insert. صرنا عارفين كيف نعمل insert للليست اللي اسمها toy والindex اللي هو بيكون عندي مين اللينك مثل اللي السعة الحالية للماركت. الفانكشن اللي بعدي هو البرنت لحتى يطبع لي معلومات هذا الماركت، ايش فيه معلومات هذا الماركت؟ بس اسعار الالعاب الموجودة عندي بس كجملة طباعة. الفانكشن اللي بعد اللي هو ريتريف تايب، هلا هذا شو بياخد؟ بياخد انتجر فاريبل اللي هو بكون ايش الاندكس، انا راح ابعث له اندكس وهو شو لازم يرجع لي؟ يرجع لي سعر اللعبة المخزنة بهذا الاندكس. إذا كان عندي هاي الليست انتي بدي شو رجع أو out of range رجع لي minus one. طيب
الفانكشن اللي بعده هو expensive toy. هذا الفانكشن دي رجعوا لي سعر اللعبة اللي هي أغلى سعر أغلى لعبة بهذا الماركت. بس إذا كان عندي الماركت empty نشيك بالأول نرجع minus one. غير هيك طلع لي أغلى لعبة. كيف نطلعها؟ اللي هي راح تكون عندي maximum value بهاي الليست. نعمل لها return. طيب اللي بعديه اللي هو computable. هلا هذا الفانكشن شو بده يعمل؟ بده يحسب لي مجموع اسعار الالعاب كلياتهم يلي موجودين عندي بهذا الماركت. حسب انا اي بدي اعمل كولينج باستخدام اي اوبجكت يحسب لي مجموع كل الالعاب موجودين عندي بهذا الماركت. بس بدنا نشيك بالبدايه اذا كان هذا الماركت امتي او لا، بيرجع ماينس 1 اذا كان امتي، اذا لا بده يحسب مجموع كل الالعاب. كيف نمشي عليهم فور لوب؟ نعرف variable sum initial value 0، كل مرة بنزيد القيمة الموجودة عندي باللست لهذا variable، آخر شيء بنرجع قيمة المجموع. بس ننتبه نحن عندنا الأسعار كلياتها double values. الفانكشن اللي بعده اللي هو cheap يستقبل object من الكلاس ماركت. شو بدي يرجع لي؟ بدي يرجع لي الألعاب الموجودة عندي. رح نعمل calling هون باستخدام caller وparameter object. بدي يقارن لي بين ال caller والparameter مين بيناتهم أرخص، يعني أرخص ماركت بين هذول الاثنين. كيف باستخدام اللي هي نطلع مين أقل بل بيناتهم. هذا الإشي كيف نطلع البل؟ حسبناها هون الفاتورة. بس بنعمل calling رجع لي فاتورة الماركت الأول هو ال caller، ورجع لي الماركت الثاني اللي هو الباراميتر، ونقارن مين أقل رجعه. إذا كان مثلا الكولر هو الأقل رجع لي اللي هو كيف نرجع الكولر اللي هو star this S. إذا كان الباراميتر رجع لي اسمه حسب شو سميته أنت هون. الفانكشن اللي بعد اللي هو split market، هذا شو بده يعمل؟ بده يفصل الماركت الأول لتو ماركت. بناء على شو؟ بناء على ألعاب يلي سعرها 2 دولار. هلا بدك تفصل لتو ماركت، اول ماركت اللي هو ار 1 وثاني ماركت ار 2. بدك تحط بالماركت الاول اللي هو ار 1 كل الالعاب يلي سعرها اقل من 2 دولار، وبالماركت الثاني اللي سعرها 2 دولار او اكثر. تمام، بدنا نشوف بالماركت الاول اول واحد الاوبجكت الاول اللي احنا عرفناه بدنا نفصله لتو ماركت بناء على حسب شو السعر. بطلع عنا member function اللي هو cheapest market، هذا يرجع لي object من الكلاس ماركت بياخد two object. هلا مين أرخص ماركت بين هذول الاثنين؟ بناء على شو أنا بدي أحدد مين الأرخص اللي فيه عدد ألعاب أكثر من الثاني سعرهم أقل من 1.5 دولار. تمام؟ طيب أنا ممكن أستفيد من أي function عندي من الممبر تعون الكلاس لحتى أطلع مين أرخص واحد فيهم اللي سعرهم أقل من 1.5. تمام؟ بعد هيك بحكي لك تكتب المين حسب الأوتبوت معنا. لو نشوف شوي السامبل هون رح يعطيني 12 دبل فاليو بمثلوا لي إيش أسعار الألعاب بالتو ماركت. كل ماركت في إله في عنده 6 ألعاب، يعني أول 6 أسعار رح يروح عندي لمين؟ لأول ماركت، والست الثانيين رح يروحوا عندي للماركت الثاني. كأوتبوت في عندك تتبع أسعار الماركت الأول، بعدين أسعار الماركت الثاني، ومين أرخص فاتورة بيناتهم. بعد هيك مين الماركت يلي فيه أسعار ألعاب أقل من 1.5 دولار أكثر من الثاني. تتبع أسعار كل الليست الموجودة عندنا باللست اللي اسمها توي. آخر شيء بعد ما أنت فصلت الماركت الأول لتو ماركت بناء على السعر بدك تطبعهم. تمام؟ حدا عنده سؤال؟ يعطيكم العافية.